محللة الأسواق المالية من إكويتي جروب لينا قنوع مباشرة من دبي، وسنتحدث عن العملات الأجنبية، حركة الدولار وأيضا الأسواق العالمية بالإضافة إلى النفط. أهلا وسهلا بك لينا. في البداية لنرى كيف هي حركة الدولار، يعني هناك يعني تذبذبات إلى حد ما، إذا ما يعني ذكرنا الدولار مقابل الين، أيضا مقابل بعض العملات الناشئة، كان هناك بعض الضغوطات على الدولار على الرغم من أنه حقق مكاسب خلال الفترة الماضية. كيف ترين حركة الدولار اليوم؟ أهلا بك. بداية بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي الذي ارتفع وشهدنا ارتفاعات خلال الفترة الماضية، نشاهد بعض التراجعات في جلسة أمس بعد قرار محضر الفدرالي الأمريكي، حيث 9 أعضاء من الفدرالي الأمريكي يتوقعون أن يقوم الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في عام 2022، وأيضا كان 7 أعضاء من قبل يستبقون ذلك. ارتفاعات التضخم جاءت، مؤشر أسعار المستهلكين جاء بشكل كبير، ارتفاعات بأكثر من 5.14%، يعني مؤشر الدولار الأمريكي يتأثر بأن بالفعل أن يقوم الفدرالي الأمريكي سوف يبدأ بالفعل بتقليص برنامج شراء السندات في نوفمبر ورفع أسعار الفائدة، هذا يصب بصالح الدولار الأمريكي. لكن ماذا حدث؟ لماذا هذا الانخفاض الذي شهدناه في مؤشر الدولار الأمريكي؟ يعني ليس فقط الفدرالي الأمريكي هو الذي سيقوم بتجديد السياسة النقدية، فالعديد من البنوك المركزية حول العالم ستقوم ببدء بتجديد السياسة النقدية، وبالفعل هناك يعني بنوك مثل البنك الاحتياطي الأسترالي الذي بدأ بتقليص برنامج شراء السندات، وأيضا بنك نيوزيلندا الذي بدأ برفع أسعار الفائدة. فكانت التوقعات بأن الفدرالي هو الذي يسبق ذلك وأن يقوم برفع أسعار الفائدة. إذا نظرنا للبنك المركزي البريطاني متوقع أن يقوم برفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، التوقعات أن يقوم الآن برفع أسعار الفائدة في سبتمبر عام 2022. فلذلك شهدنا هذه الانخفاضات. يعني برأيك أنه سيكون البنوك المركزية بشكل عام إن كانت في أوروبا أو حتى أستراليا لينا ستكون سباقة ويعني خطوة إلى الأمام عن الفدرالي الاتحادي؟ نعم، بسبب أن البنك المركزي البنك إنجلترا المركزي سوف يقوم برفع أسعار الفائدة في سبتمبر قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. نيوزيلندا استبقت هذه الخطوة برفع أسعار الفائدة، فقوة الدولار بدأت تنخفض شيئا فشيئا. نلاحظ أنه أيضا مشكلة التضخم الذي ترتفع بشكل كبير، وهناك يعني هناك كان اجتماع لمجموعة الـ20 بأنه يجب أن يستمروا بسياسة التحفيز، بسياسة التحفيزية مع مراقبة التضخم. التضخم جاء من ارتفاع أسعار السلع، أزمة الطاقة تؤثر بشكل كبير على التضخم، ارتفاعات كبيرة أصبحت معضلة، فيظهر أن الأسواق تستبق أحداث بالقيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، لأن أصبحت بشكل عام التضخم معضلة حقيقية. هل سيقومون برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، أم من جهة أخرى سيستمرون بسياسة التحفيز؟ سياسة التحفيز مع إشعال الأسعار، فالمخاوف من التضخم هذه تثير التعثر في التعافي الاقتصادي، تثير من يعني إنه تعثر في النمو الاقتصادي العالمي، فمتوقع أن نشهد بعض التذبذبات وانخفاضات للدولار الأمريكي، لكن لم تثبت إلى الآن حالة مؤشر الدولار الأمريكي على الاتجاهات الطويلة بشكل عام. نعم، يعني لينا بالتأكيد يعني هناك الكثير من الاقتصادات التي أيضا تعيش يعني حالة من التذبذب، لا سيما الاقتصاد الصيني، يعني نحن نتحدث أيضا عن بيانات مربكة إلى حد ما، ولكن يعني قبل الدخول في العلاقة التي ستبنى بناء على ذلك ما بين بعض السلع الرئيسية بالإضافة إلى الدولار، إذا ما أخذنا الذهب بحد ذاته كيف سيكون أيضا واقع الذهب؟ هل ستكون عليه أيضا بعض الضغوطات؟ هل سيكون هناك دعم للذهب بشكل أو بآخر، خاصة أنه وصل مستويات جيدة ومرتفعة يعني إذا ما قرنت بالوضع حاليا؟ نعم، أسعار الذهب استفادت أمس من قرار محضر الاجتماع الفدرالي الأمريكي الذي سوف يقوم بتقليص برنامج شراء الأصول في نوفمبر المقبل، فبالتالي توقعات التضخم المستقبلية الارتفاع مقابل هذه التوقعات مع التضخم المستقبلية بدلا من التضخم الحالي
أو التضخم الذي سبقه، فيسير يسير الذهب مع ارتفاعات التضخم اللي عم نشاهدها، وحسب اجتماع مجموعة ناشطين سيستمرون بسياسة التحفيز، فأي سياسات تحفيز أو سواء نقدية أو مالية فهي تدعم الذهب نحو الارتفاع بالفعل بشكل كبير. نعم. طبعا يعني أسعار الذهب بعد تجاوزها طبعا 1770 شهدنا مستويات 1796 للدولار. نعم. فالذهب يعني يرتفع بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأيضا تراجع مؤشر الدولار الأمريكي. نعم، شكرا لك لينا قنوع من إكويتي جروب مباشرة من دبي.